استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن النتائج المالية الأولية للسنة المالية 2022، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات العامة مقارنة بالنتائج المالية للسنة المالية 2021، مع التزام مملكة البحرين بتنفيذ الأولويات والبرامج الاقتصادية والتنموية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. مرحبا بك في نشرة الثالثة. ما هي قراءتك للنتائج المالية الأولية للسنة المالية 2022؟ بداية طبعا شكرا جزيلا، وأسعد الله مساكم ومساء المشاهدين الأعزاء بكل خير. في الحقيقة أن اللي تم إعلانه من نتائج أولوية للسنة المالية 2022 هذا يمثل إنجاز وطني وأيضا نجاح للسياسات المالية والاقتصادية اللي تبنتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه. وأعتقد أنه هو من أهم الجوانب اللي تطرقت لها النتائج الأولية هو القدرة على تنفيذ الأولويات والبرامج الاقتصادية والتنموية من خلال استمرار المشاريع الحيوية والخدمات اللي تقدم للمواطنين بأعلى مستويات الجودة، وأيضا والأهم هو الالتزام بمستويات المصروفات العامة وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لهذه المصروفات. وهذا هو اللي طبعا حققت لنا اليوم انخفاض في العجز المالي الكلي بنسبة 85% إذا احنا قارنا في العجز المقدر في الميزانية، وهو على فكرة يعني هو أكبر انخفاض من سنة 2011. ولا شك أن هذا أعتقد هو يعتبر مؤشر إيجابي على إدارة المصروفات والدين العام والوصول اللي هو للتوازن المالي اللي احنا اليوم نعتبره جميعا هو هدف استراتيجي في المملكة، وأيضا يعني بيعزز مبادرات التعافي الاقتصادي اللي هي طبعا وفقا لتوجيهات سيدي جلالة الملك المعظم على حفظه. وفي هذا السياق طبعا لابد ومن خلال هذه المشاركة يعني أن أعرب عن التقدير للجهود الكبيرة اللي قام ويقوم بها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وفريق الوزارة المعني لتحقيق هذا التقدم. وأؤكد يعني تطلع مجلس الشورى لمزيد من التعاون والتنسيق مع الحكومة المقرة لأن نعزز القطاعات المالية والاقتصادية بما في مصلحة الوطن والمواطن. سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.